معرض للخطر، ما كاينش يعني ما كاينش مراقبه هنا عندنا حنايا. اي فين ما مشيتي تلقاه دابا كاين البير اللي ما خدامش كاع. كيشكل خطوره بحال الدريري ما ناوي والو يطلع فوق منه، ولا كان دايره قزيره وش حاجه تقدر ترشها تهبط بيه. كنتواجدوا في منطقة الخدارة في إقليم برشيد، وحنا كنديروا روبورتاج حول الثقوب المائية والأبار المهجورة. لقينا هنا في هذه المنطقة تقريبا جوج ديال الأبار. إلا لاحظتوا معايا كاين هنا بئر يلاه سدوهم ماليه، هذا ثقب مائي كان يعني كيشكل خطور على الأطفال. وكتشوفوا معايا حنا بقرب دوار اللي فيه مجموعة ديال الأطفال ومجموعة ديال الساكنة. إلا لاحظتوا معايا كذلك كاين ثقب مائي غير بعيد، يعني واحد 100 متر تقريبا راه هو كيبان حتى هو يلاه تسد. غير تقريبا هذه السيمانه كيف ما اكدوا لينا الناس ديال الدوار، خصوصا من بعد الواقعه ديال الطفل ريان. كاينين موجودين عصاهم الله البيار محلولين، اي فين ما مشيتي تلقاهم. دابا كاين البير اللي ما خدامش كاع، وراه كيخليه محلول. كون ها كيسدو يشدو يدير ليه دفه، يدير اسمها ضاله ويدير ليه دفه، ما كاين حتى مشكل. كلشي فين ما مشيتي البلاصه كاع اللي فيها الدواور عروبيه راه فيها داك الشيء. ما خدامش ليه كاش باقي، راه دابا الدراري الصغار خير تردمو او تسدو دير ليه ضالة أو دير ليه دفة ديال الحديد. لا كان خدام كيشكل خطر. إيه لا كان خدام، لما كانش خدام أودي راه ما صالحش، راه فيها اسمو فيها الأذى للناس. ضروري كيشكلوا خطر على الدراري، وين الناس راه كتقوت منهم، كطلعوا منهم الماء، كيعطيو منهم الناس الماء. حنا بالنسبة لينا هنا ما عندناش الماء، ها العوينة هاي دابا شي 10 سنين ولا 11 عام وما فيهاش الماء. كتحفروا البيار؟ كنحفروا البيار، الناس كيعطيونا الماء. بالنسبة للخطر كاين الواد، تا هو عندنا الواد الحار ما دايرينش ليه التغطية، ما مغطيش حفاري، يقدر يطيح في دري من غدا معرض للخطر. ما كاينش يعني ما كاينش مراقبة هنا عندنا حنايا، هنا في الخدارة ما كاينش مراقبة. الواد راه الواد الحار ساكنين من هنا، من هنا لا، حنا جينا الوسط. عندنا خويا المنطقة قبل اللي طرا هذا المشكل ديال الدول المسكينة ريال، الناس دايرين الوقاية ديالهم بحال كي تشوف هذاك البير ديال مهبوش دابا واحد 6 سنين ولا 7، دايري لي سيكيريتي ديالو قبل اللي طرا هذا المشكل. الناس هنا واخا هكاك واعيين بالمسألة، عارفين أن البير راه كيوش خطر على الدراري الصغار هنا المنطقة العروبية، ولكن دايرين أكثرية دايرين سيكيريتي ديالهم، وهي في القانون راه كيشكل خطورة بحال الدراري والوليدات دابا هنا في العروبية ما عارفينش هذاك الشيء. كيسرحوا بحكم الماشية وداك الشيء كيمشيو كيخرج من الدار ما كيبقى تابعو حتى شي واحد كبير بعقله، كيشكل خطورة بحال الدريري ما ناوي والو يطلع فوق منه، ولا كان دايرة قزيرة وش حاجة تقدر ترشها تهبط بيه. هي في القانون خاص شي بويه لا تهبش، لقى فيه الماء الله يسهل عليه، ما لقاش فيه الماء ما غيتعملوش، ما لقاش فيه خصو يتسد.